فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لشخص توضأ لصلاة الظهر مثلا واستمر على وضوئه حتى صلاة العصر ولم ينوي في وضوئه الأول إلا الظهر، هل له أن يصلي العصر؟ نعم، له أن يصلي ما دام وضوءه باقيا لم ينتقض، له أن يصلي عدة صلوات ما دام أن وضوءه لم ينتقض، إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد إذا توضأ وصلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي فريضة أخرى، يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك، لأنه يؤخذ من الحديث الذي مر بنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات. نعم.